يا مساء الهنا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا متابعين مع بعض يومياتي مع الحمام في البلكونة. امبارح كان يوم واحد، النهاردة 2/8 او 2 اغسطس. احنا قلنا يعني هنصور مع بعض كده سلسلة فيديوهات، حتى نخليها شهر اغسطس ده لو ربنا اداني عمر. يوميا او يوم بعد يوم هنتابع التطورات اللي بتحصل عندي في السلاجة. اول حاجة من ضمن الاسئلة قالوا لي ايه ده، هما مش كانوا 5 زاجل بقوا 2 ليه؟ ما احنا قلنا انتوا في ناس بتتابع فيديوهات وتنسى فيديوهات. قلت ان في هقول هوري لكم. طيب قلت لكم ان دولت خلاص بيتجوزوا، يعني خلاص فاضل ايام يعني وتحصي النتايه، تمام. و دوت رائد على بيض، ده الذكر الابيض دوت اللي هو الكريزلي دوت. بس انا عشان ما فيش نتايه فهو اتجوز النتايه، هي بلدي، بس انا مستنيه لحد ما افرخ او اجيب يعني افرخ من عندي ويكبر، وهبتدي ان انا السلاله اللي هتطلع منه مع الزاجل اللي هيطلعوا من دول هبتدي ان انا اجوزهم تاني، يعني تانية. بس انا مؤقتا عشان انا ما عنديش زاجل، يعني علشان دول ده ذكر ودي لسه مش واضحه نتايه ولا ذكر. انا بقول ايه النتايه اللي هي البديري دي، تمام. بس هي لسه ايه صغيره، لسه ما خلصتش. ايه شايفينها؟ لسه ما خلصتش. استنى بس الاضاءه مش عارفه. تمام. طيب ده السبب الاولاني اني الحمام عندي جزء عايز يتجوز. تاني حاجه لما الحمام بيكبر والذكورة بتبقى مع بعض بيتعاركوا، كل واحد عايز يفرض سيطرته، فالموضوع دوت ما بينفعش لما بيبلغوا. فعشان كده بس انا عندي المكان مش سامح. لو المكان عندك سامح الافضل ان انت هتحط كل ذكر في عين والنتي مفيش مشكلة، يعني لو انت السلاكة اللي زي كده حطيت النتي كلها مع بعض مش هيحصل حاجة. فعشان كده انا خليت كل مجموعة تاخد عين. بالنسبة بقى لدولة، دي كانت اول امبارح محصية اول حصوية، ودي الايه، بص انا عندي ده بس بس بس, بس. بيعض يعني اهي ماشي. ادي الحصويتين، وده اللي هو عندي مصاب بالجدري عندي انا. طبعا كل الزغاليل اللي عندي كانت زي الفل، بس ده انا لاحظت فيه زي ما انتم شايفين. هبتدي برضو اسقله بالماده اللي احنا قلنا عليها. هي خلاص على فكره هي نشفت، يعني خلال 3 ايام تاني هنلاقي ده كله وقع وبقى زي الفل. طب ايه ده، ازاي انا بفرخ ما وفي جدري والدنيا؟ طب انا هقول لكم بس عشان ايه يعني نتابع مع بعض اول باول. وده اهو محصي، تمام. بس دوت يعني حصوايه امبارح وهيفوت النهارده، والنتايه البديري دي هتحصي الحصوايه بكره، تمام. والغزار دول يا مسهل، هما دول ايه اللي فاضلين. طب انا هعمل ايه؟ انا هفتح لهم، هفتح لكل الحمام. انا على الساعه 6:30 بفتح للحمام اللي عندي، دول طاروا ودول هم هيطيروا، هيجمعوا هما مع بعض. هما دول، بصوا دول الاثنين الاولانيين اهو. بصوا انا عايزاكم بس تلاحظوا المجموعه كلها. هو ليه بيسموه اسراب حمام؟ لانه بيتشكل على هيئه سرب او مجموعه اهو. دي المجموعه اللي عندي اهي. طيب ضموا مع بعض شايفينهم؟ بيفكوا جناحاتهم. ده الميعاد اللي انا بطيرهم فيه يوميا، يومين على الساعة 6:30 كده، ما بين 6:30 لـ7 يعني. ده الميعاد اللي انا بفتح لهم وبطيرهم، بعدين أأكلهم. اللي انا ما بطيرهوش الغزار طبعا عشان مش بتاعي، ودول برضو عشان جايباهم ايه كبار اهو. هيلفوا اللفة بتاعتهم، مفيش حاجة بتركن، هما ما بيصدقوا ان انا ايه افتح لهم. بالنسبة بقى للايه للجدري، الجدري الدورة بتاعت الفيروس بتقعد من 10 ايام لاسبوعين. حلو الكلام. لو انا اهتميت بالنظافة الدورية وان مفيش حشرات والدنيا تمام،
يعني الفيروس بيموت لان دي دوره العيشه بتاعته بمعنى اصح، او عمره بيبقى. بصوا بصوا، في واحده ركنت، بص جمعتهم كلهم ازاي. ده اللي هو القص البلدي، لكن الزاجل ما ركنش. دول الزاجل اهو اهو، ده اللي طاير، ده الزاجل اللي هناك، دول اللي ركنوا القص اللي هو تحتيه حصى. ادي كده هوريه لكم انا، اللي هو كان عنيف شويه، اللي هو ايه اللي هو ده. لكن بصوا الزواجل كلها طيب اهو، هم ابتدوا هو ركنوا بس يعني يعتبر اقل من كام ثانيه، وبعدين ايه اهم اللي كانوا واقفين هناك دول اهم جم. تمام، معلش تليفون فصل، فيعني عدت مونتاج الجزء ده تاني عشان اكمل كلامي. فدورة الجدري قلنا من اسبوعين لثلاث اسابيع بالكتير. طيب انا عندي حصى عبال ان شاء الله، ما انا كده يعتبر ايه خلال الفترة دي مفيش فرخة عندي، مفيش زغليل. هو الزغلول ده بس اللي ههتم بيه وهعزله في مكان تاني غير البلكونة عندي، يعني خلال لما يفقس الحصى ده، لانه هو لسه يعني لسه ايه متباض او محصي اليومين دول. عقبال ما يفقس يكون الدنيا عندي بقت تمام. عشان كده في بعض المربيين بيقولك بلاش تفرخ في شهرين الصيف اللي فيهم درجة حرارة مرتفعة، خاصة شهر 7 و8. بس انا في الحقيقة عندي البلكونة التانية كل زغليل برضو، انا قطفت قصدي الاصوص، لما قطفت الزغليل منهم برضو حصوا، يعني ده بيحصي في نفس في نفس وقت ده. وابقى يعني اعمل لكم جولة في البلكونة التانية واوري لكم ان كل عندي محصي والزغليل عندي زي الفل. انا مش عارفة ده ازاي اتصاب، بس الحمد لله على كل شيء. يعني انا قصدي الزغليل بهتم بالتغذية بتاعتها ونظافة المية، وبتطلع ما فيش حاجة ضعفانة طول ما غذيتها كويس، بالذات في اول فتره الدنيا بتبقى زي الفل. شكرا جدا لمتابعتكم لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا بتستفيدوا من المقاطع ديت، وقولوا لي تحبوا مده الفيديو تكون قد ايه، يعني 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق، قد ايه بالظبط يعني المده بتاعتها. ولو في اي موضوع حابين ان احنا نتكلم فيه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وقلت لكم انا ما برميش الزاجل ان شاء الله، يعني هنرميه بس عشان الفترة دي فترة حر، وهيبقى اجهاد على الحمام ان احنا نرميه من مسافة، وكمان انا مستنياه يخلص ريش خالص. تمام، مع الف الف سلامة.